محطة الضبعة النووية، عنوان عريض لحلم مصري قديم. اليوم شهدت هذه المحطة تطوراً مهماً على طريق دخولها حيز التنفيذ، حيث تمت عمليات الصبة الخرسانية الأولى للمفاعل النووي الرابع. قصة هذه المحطة بدأت في نوفمبر عام 2015 حين وقعت مصر وروسيا اتفاقية تنفيذ محطة طاقة كهروذرية بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار. وفي ديسمبر 2017 وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين اتفاقية تنفيذ وإنشاء هذه المحطة. محطة الضبعة النووية تنفذها شركة روس أتوم الروسية، وهي عبارة عن أربع مفاعلات بطاقة إنتاجية تبلغ 4800 ميجا وات، بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل. ومن المقرر أن تبدأ التنفيذ والإنتاج الفعلي عام 2028. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، من محطة الضبعة النووية شمالي غربي مصر.